والله أنا أرملة وعدت 3 جهال ومعوقة. تعرفون المعوق يحتاج كل شيء، وأنا ما عندي إمكانية. من الصعب على الكثير من العراقيين الوصول إلى حقوقهم، ولسد هذه الفجوة فإننا دعمنا 28 عيادة قانونية في جميع أنحاء البلاد لتقديم الخدمات القانونية المجانية لمن هم بأشد الحاجة إليها. وقد وفرت هذه العيادات خدمات قانونية مجانية إلى أكثر من 17,000 من الفئات الضعيفة. ومن بين المجموعات التي تخدمها العيادات القانونية والتي يدعمها البرنامج هم من النساء والنازحين داخلياً والعائدين والأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الهجمات الإرهابية. قرايبنا تزوجته وعذبنا، عندي صاروا 6 جهال وما عندهم جناسي ولا عندهم أيش. ظليت أنا ما عند أيش، لا عند المحكمة أروح لها. هاي أنا صار عندي بنات 2 معوقات، ذيك بقيت حوالي 3 سنوات 4 سنوات اراجع بيها، ما حصلت اي نتيجه لما توفت. هاي الثانيه 7 سنوات صار اراجع عليها، رجلي هوايه معتر علي. هل اشوف هنا اعرف انا وهاي ما عندي احد غيره. انا متزوجه وعندي طفله صار عمرها 10 سنوات وما عندها مستمسكات رسميه تدخل مدرسه. كنت متزوجه زواج لفظي بدون ورقه ثبوتيه، وعندنا اطفال كانت همينة ولا بطاقه تومينيه عندي. بنتي هجرها زوجها وعندها 3 بنات لباهم علي. لاهداف انسانيه عديده، وواحده منها نشر الوعي القانوني في المجتمع العراقي وللتعريف بحقوق المواطنين التي كفلها دستور جمهورية العراق، ولرتق الكارثة الإنسانية التي لحقت بالمجتمع العراقي جراء سياسات النظام البائد، وللتعامل أيضا مع الحالات الخاصة والإنسانية التي خلفتها يعني سياسات الحرب والعمليات العسكرية والعمليات الإرهابية بشكل عام. نشأت فكرة التعامل مع المواطن عبر الإصغاء وتقديم الاستشارة القانونية، وكان هذا وفق مبدأ رفعته دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة أنها مع كل ذي حق، وهكذا تأسست العيادات القانونية. دموع طفلة في 13 من عمرها، إن اسمها لوحده يختصر لنا قصتها مع الفقر. فقد تركت الدراسة وبقيت حبيسة المنزل هي وشقيقتها الصغرى، فلا يوجد مورد مالي تستطيعان من خلاله تغطية نفقات الدراسة. من وقت قريب فقدت دموع والدها، أما والدتها فهي امرأة لا تجيد العمل في أي مجال. أنا بصف ثالث ابتدائي تركت المدرسة على مود عيشة، يعني ما عدنا، وكانت عيشتنا كلش تعبانة، فتركت المدرسة على مود عيشتنا، وما كنت يعني أحد يوفر لي على مود أداوم بالمدرسة. في واحدة من الاستجابات التي تقوم لمرحلة مهمة من مراحل العراق في مرحلة التغيير على وجه التحديد، نشأت هذه العلاقة ربما الاستثنائية بين الحكومة العراقية ممثلة بالأمانة العامة دائرة شؤون المواطنين وبين منظمات المجتمع المدني لتأسيس هذا المشروع. طبعا هذا المشروع كان له بدايات في منظمات المجتمع المدني، ولكنها عانت ربما بعض المعوقات في تعاملها مع المؤسسات الحكومية، ولهذا ربما كانت هي بحاجة لأن تتواصل مع واحدة من المؤسسات التي تمكنها من دخول المؤسسات والتعامل مع الملفات. وهكذا نجحت هذه التجربة عبر السنة الماضية من التجربة ومن التعامل الحقيقي وقصص النجاح التي مررنا بها جميعا، وكانت ابتسامة المواطن وفرحة المواطن هي المنجز الحقيقي الذي يمكننا اليوم أن نقول أنه قد تحقق.
مشروع العيادات القانونية اجى من فكرة انه اكو كثير من العراقيين مواطنين ليس لديهم إمكانية حصر حقوقهم بسبب فقر، بسبب عدم إمكانية الوصول لهاي المنافذ من خلالها يحصلون حقوقهم. فالمنظمات المجتمع المدني هي اللي جت وسدت هذا الفراغ. من خلال عملنا تنفيذ برنامج العيادة القانونية في مدينة الصدر لتقديم خدمات قانونية لقضايا الأحوال الشخصية، زارت العيادة عدة حالات من النساء اللي زواجهم زواج عرفي أو بعقد أو يسمى بعقد سيد وحتى العقد اللفظي، وخاصة النساء القاصرات اللي دون 15 سنة من العمر. كخدمات قانونية قمنا بتقديمها لهذه الفئة المستضعفة، قمنا برفع دعوة لإثبات حجة زواج وبالتالي استحصال هوية الأحوال المدنية كمتزوجة. دخلت للعيادة القانونية وطلعت لي أوراق ثبوتية العقد الزواج والجنازة مالتنا أنا وزوجي والجهال، بارك الله بهم يعني أشكرهم جدا جدا، ما مصدق يصير عندي جنازة ولا أصدق يصير عندي بطاقة تومينية لوحدي أنا وزوجي. من سووا لي عقد وسووا لي جنازة جهالي، فسجلت جهال بالمدرسة شالوا مو بالمدرسة جهال. سووا لي عقد وجنازة ومساعدات يعطوني. أنا رحت للعيادة القانونية وفادونا صراحة، لأن طلعوا لي مستمسكات الأطفالي جناسي وشهادة جنسية، الأطفال كليتهم ستتهم. صراحة أنا ابني 6 سنوات وما عنده جنسية، طلعوا له جنسية وشهادة جنسية وأصغر أطفالي هم طلعوا لي. من خلال الدعاية مع العيادة القانونية رحت لهم وقدموا لي مساعدة وسووا لي إثبات نسب وجناسي، وهسه الحمد لله بجهودهم إنه بنتي دخلت المدرسة. احنا كجهة مانحة، جهة دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واحد من المانحين موجودين بالعراق، أريد أقول احنا فخورين في الجهتين، جهة الحكومة وجهة المجتمع المدني. فخورين في دولتنا، دولة حكومتنا بالعراق وكافة عناصرها وأحزابها وناسها ومسؤوليها الانفتاح على الموضوع التعاون ويا منظمات المجتمع المدني.